جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الفرق يا فضيلة الشيخ بين الأفعال والأعمال؟ ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل إنما الأفعال بالنيات، هل هناك فرق؟ الأعمال أشمل. الأعمال أشمل، نعم، تشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح والأفعال كذلك، لكن الأفعال قد تكون أخص من الجوارح. نعم.